ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن الحي المحمدي بمدينة بن سليمان اهتز ليلة الاثنين الثلاثاء على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب أنهى حياة صديقه من خلال توجيه العديد من الطعنات المميتة له بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير الساطور. وأوضح المصدر ذاته لماروك أخبار يومية أن خلافا وقع بين الطرفين دفع بالمتورط في هذه الجريمة البشعة إلى توجيه طعنات للضحية على مستوى العنق ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء، مشيرا إلى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي ببن سليمان. وأكد ذات المصدر أن الحي المذكور عرف بعد الجريمة حالة استنفار أمني، حيث قامت المصالح الأمنية بحملة تمشيطية ما مكن من الإطاحة بالمعني بالأمر، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.